بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، أهلا بكم. بنلتقي في الأيام المباركة، يعني على بداية شهر رمضان الكريم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنا الهم ما نحن فيه، ويوفق جميع طلبة وطالبات جمهورية مصر العربية كلها في مراحل التعليم المختلفة. احنا النهاردة بنتكلم على موضوع بنسميه دايما السهل الممتنع. يعني لما تيجي بعض الناس بيقول لك مثلا الموضوع ده سهل، وهو وضعت له عنوان What is the difference، وهو بعض الكلمات بتكون قريبة في المعنى ولكن مختلفة في الوظيفة، بتعمل عمل مختلف غير التانية. ولاحظنا ان هو بيجي في الامتحان ساعات بيرصهم الكلمات بجوار بعضهم، وطالب بيحتاس يعني طب ما ده كلهم بيدوا نفس المعنى. لكن احنا حاولنا نجمع بقدر المستطاع، طبعا مش هنقدر نجمع كل الكلمات، لكن جمعنا اكثر الكلمات اللي هي اكثر تداولا اللي موجودة في مناهجنا المختلفة. اول ما بنبدأ بمجموعة كلمة كارير. الفرق بين كلمة كارير وكلمة بروفيشن وكلمة وورك وكلمة جوب. كلمة كارير دي بنسميها الحياة المهنية، وهي الفترة الزمنية اللي انت بتقضيها في الوظيفة بتاعتك، يعني الفترة الزمنية اللي انت بتقضيها في الوظيفة بتاعتك، وبتشوف انت يا ترى خدت كام سنة في هذه الوظيفة. إنما البروفيشن وهي مهنة، ودي بنسميها مهنة تحتاج إلى مؤهلات، يعني مش أي حد يمارس هذه المهنة، زي مهنة التدريس، الطب، المحاماة، دي بتبقى بنسميها بروفيشن، يعني مهنة تحتاج إلى مؤهلات. كلمة work وهو بمعنى عمل، وهذه الكلمة uncountable، يعني كلمة لا تعد. لكن بعض الناس يقول لك يا أستاذ ده احنا شفناها فيها اس. فعلا هذه الكلمة إذا وجدت لها اس اعرف ان هي بمعنى، يعني تجمع كلمة work في حالة إذا كان يقصد بها الأعمال الأدبية أو الأعمال الفنية أو الأعمال الهندسية، لكن هذه الكلمة عامة لا بتأخذ ولا آن قبلها أبدا. الكلمة الأخيرة في هذه المجموعة وهذا الجروب اللي هي كلمة job، وده بنسميه المسمى الوظيفي، يعني وهذه الكلمة countable، يعني يقول أجوب في المفرد والجمع بتقول jobs، ودي بتشير إلى العمل الذي تؤديه، يعني job وظيفتك teacher، وظيفتك دكتور، وظيفتك engineer، ده المسمى الوظيفي اللي أنت بتقوم به علشان تكسب بعض المال. الجروب الثاني مع كلمة experience وكلمة experiment. كلمة experience مرة تجمع ومرة لا تجمع، يعني مرة تلاقيها countable ومرة تلاقيها uncountable. إذا كانت uncountable زي الأولانية دي اللي هي experience، هذه الكلمة ما أقدرش أحط لها اس في آخرها، ودي معناها الخبرة. الخبرة يعني ما يكتسبه الشخص من معرفة ومهارات، يعني أنت بتكتسب خبرة في العمل، بتكتسب خبرة في التدريس، دي بنسميها experience. أما المواقف والتجارب اللي بتمر بيها في الحياة بعيدة عن مهنتك، بعيدة عن وظيفتك، دي بنسميها experiences، وهنا الكلمة بتبقى في المفرد تبقى an experience، وفي الجامعة تبقى experiences، وده هنا هذه الكلمة بنسميها كلمة countable وتجمع. أما الاكسبيرمنت وتيجي معاها دي تجربة، ولكن تجربة علمية، يعني التجارب اللي بتتم in laboratory، بتتم داخل المعامل. بنتوجه الى جروب تاني اللي هي كلمة insist on, persist on, persist in. insist بتأخذ on لكن persist بتأخذ in. طبعا insist on دي معناها يصر على شيء او يلح، انما persist in دي معناها بني ادم يسابر، يعني يواصل بعزم وعناد. يعني بني ادم لما يكون عنده صعوبة في اللغة الانجليزية، فمش مجرد ان هو اخفق في امتحان او اخفق في شيء ويطنش على كده يقول لك لا انا مش هكمل في الجزء ده، لا، ده بيسابر ويتعلم ويجاهد لغايه ما يصل بعزم وعناد. بعد كده بنبدا ايه الفرق بين كلمه روتين وكلمه رتاب. هذه الكلمه روتين وهي الروتين اليومي، يعني الاشياء اللي انا بعملها ريجولاري
بانتظام دائما كل يوم. يعني زي أدي لك مثال بسيط، كل يوم يقوم الصبحية نتوضأ نصلي نلبس هدومنا نروح المدرسة، نرجع من المدرسة نروح الدرس، نيجي من الدرس نذاكر ننام ناكل ناكل وننام ونقوم الصبحية تاني، ها نفس الحكاية، نقوم نتوضأ ونصلي ونلبس، روتين يومي كل يوم بتعمله بدون ملل. رتاب لكن ده روتين الإجراءات الرسمية الروتين. يعني مثلا حضرتك عايز تطلع ورق، تطلع بطاقة شخصية، يبقى لازم تمشي في خطوات معينة. لازم الأول تروح تشتري ورق البطاقة، ترجع بيه المدرسة عشان تختمه، وتطلع منه تروح على السجل المدني، ومن هناك تتصور وتعمل إجراءات، دي اسمه الرتاب. بنخش على جروب تاني اللي هي كلمة مند وأمند وريبير وريفور، كلهم عيلة إصلاح وتعديل هذه الكلمات الأربعة. لكن كلمة مند يصلح شيء، يصلح شيء، وغالبا بتساوي كلمة ريبير، يعني هنا في عطل في شيء ما بيصلحه، بتساوي كلمة ريبير برضو عطل وأصلحه. لكن كلمة أمند هنا بتعدل الشيء، بتقوم بإجراء تعديل. يعني حاجة بسيطة جدا، عند حضراتكم سخان الغاز اللي احنا بدأ يغزو كل الأماكن، في طبعا هو لما بتشتري السخان بتاع الغاز بيكون معاه الباتري، يعني مديهولك مثلا اللي بيسموها البطارية او اللي بيسموه الحجر يعني. لكن قام بعضهم راح شال الاحجار دي وجاب له ادابتر، يعني جاب له شاحن وركبه عليه، فهنا هو لم يصلحه ولكن اجرى تعديل على هذا الجهاز. اما كلمة ريفورم ده هو تعديل، لكن تعديل مش على ماشين، مش على الات، ده تعديل على نظام، تعديل على سيستم، زي بيعدل زي ما بيحصل يحدث دلوقتي اللي هو التعديل على نظام التعليم اللي احنا موجودين فيه. الفرق بين كلمة وين وجين وإيرن، وين ده معناها يفوز أو يكسب مسابقة أو ريس، يعني كومبيتيشن أو ريس، يعني شيء بيكون فيه منافسة، شيء يكون فيه منافسة وتفوز فيه، ده احنا بنسميه وين. اما جين وهنا يكتسب شيئا معنويا، كانك تكتسب شهره، تكتسب خبره، تكتسب مهاره، تكتسب انفورميشن مع معلومات، او جين ويت كمان ممكن تيجي مع الوزن. اما كلمه ايرن غالبا ما تستخدم مع الماني، يعني ايرن يكسب مش يكتسب، ايرن ماني او ايرن ليفنج يعني يكسب قوت يومه الشغلانه اللي بيكسب منها المال. كاستوم وهابت، في عندي كاستوم وهابت دي المقصود بيها دي عادة المجتمع، يعني مجتمع كامل معتاد على شيء معين، زي المجتمع المصري معتاد في شم النسيم بيعمل كذا وكذا وكذا، البيض والفسيخ والكلام من ده، عادة مجتمع. لكن الهابت عادة شخصية، عادة خاصة بك انت او عادة خاصة بالشخص، كأن في شخص ما يعني من عاداته لازم الصبحية قبل ما يروح العمل لازم يعمل اكسرسايز، لازم يتمرن، لازم يجري شمال يمين، ده بنسميها هابت ودي عادة شخصية. كلمة كومونيكيت اللي جاءت من كلمة كومونيكيت، كومونيكيشن اللي هو الاتصال، هذه الكلمة بتتواصل مع يتواصل بين الأفراد وبين الأشخاص، لكن بنستخدم معها حرفي جر، إما إن وإما وز. متى نستخدم إن؟ لو أنا هجيب بعد إن اللانجوج، يعني كومونيكيت إن إنجليش، يتواصل معهم بلغة اللغة الإنجليزية. لكن كومونيكيت أو كومونيكيت وز ده بيتواصل مع شخص، كوميونيكيت وستورستس يعني يتواصل مع السائحين. بعد كده الفرق بين كلمة لايك وآز. لايك هذه الكلمة ممكن تأتي بمعنى مثل وتيجي بمعنى يحب، يعني تيجي بمعنى مثل وتيجي بمعنى يحب. أعرفها إزاي إن هي بمعنى مثل ومعنى يحب؟ قال كلمة إذا جاءت هنا كلمة مثل يعني كلمة لايك، بتلاقي دايما بيأتي بعدها هنا ايه ناون، ولو كانت في سؤال بتلاقي بيستخدم معها verb to be. اما اذا كانت بمعنى يحب فهي بيستخدم معها verb to do، بيستخدم معها verb to do. يعني مثلا هنا what is he like، what is he like يعني يشبه ايه، لكن what does he like ماذا يحب. as هي بيأتي بعدها هنا الجوب وظيفة، يعني as يعني هي مثلا he works as a teacher يعني هو يعمل كمعلم. influence كلمة influence دي، هذه الكلمة لها معنيين بالرغم ان هي كلمة واحدة والسبيلينج واحد، لكن هي بمعنى تيجي لو جاءت هنا فعل بمعنى يؤثر، وتيجي بمعنى تأثير او بمعنى نفوذ اذا كانت noun.
بعد كده بنخش ايه الفرق بين كلمة silence. هذه الكلمة تستخدم as a noun or as a verb، يعني بنستخدمها كاسم ونستخدمها كفعل. اذا جاءت اسم فبتستخدم silence ومعناها الصمت، وسايلنس يسكت غيره. ذا تيتشر سايلنس، سايلنس هنا ايه ذا كلاس، يعني اسكت، جعل الفصل كله يسكت. وطبعا الصفه منها سايلنت، يعني بتقول انا بعمل الموبايل بتاعي سايلنت. بنخش على جروب تاني، فيتس سوتس ماتش. كلمه فيت يناسب، وكلمه سوتس يناسب، وكلمه ماتش يتماشى. يعني ايه؟ قال لي كلمة فيتس يتناسب من حيث المقاس. يعني أنا مثلا تروح تشتري تيشيرت أو تشتري أي شيء، تقول هذا الشيء مثلا this t-shirt fits me، يعني يناسبني، يعني نفس المقاس بتاعي. لكن كلمة سوتس هنا جاءت من كلمة سيوتابل، لو خدت بالكم سيوتابل مناسب أو ملائم، ده يناسبك من حيث الشكل. يعني مثلا بتشتري البلوزة مثلا بتناسب مع الجيبة، أو تيشيرت يتناسب مع البنطلون في اللون والشكل. ماتش هنا طبعا يتماشى مع الاشياء، يعني مثلا بعض الناس يقول لك انا ما ينفعش مثلا البس اي لبس، ما يعني واحد لابس الجاكيت بدون ما يكون لابس تحتيه مثلا تيشيرت، ويقول لك انا البس الجاكيت مثلا او البس بدله وماشي بشبشب بدون حذاء، فهنا لا تتماشى هذه. لو هذه جزئيه كمان كنت بتاخدها زمان لما كنا ندي لك تو كولمز عمودين A و B واقول لك ماتش، يعني وصل ايه الجمله اللي تتماشى مع الكلمه التاليه لها. كلمه توجذر، كلمه توجذر وall together. توجذر دي معناها معا او سويا، يعني بتقول مثلا I and my friend got school together، أنا وصديقي بروح المدرسة معا. لكن واحد تاني قال مثلا I saw the street، شفت الشوارع، they are almost ممكن تقريبا، لكن يقول all together empty، يعني معناها هذه الشوارع فارغة تماما. فكلمة all together هنا تساوي كلمة completely. دي الكلمات اللي جاءت السنة اللي فاتت، كلمة later و latter. كلمة later يعني فيما بعد، I will see you later، هشوفك فيما بعد، يعني بعدين وبشوفك. لكن latter معناها التاء الآخر أو الثاني. يعني إيه؟ رحت مثلا تشتري تيشيرت برضو، فالراجل بياع بيقول لك which do you prefer the green or the red، أيهما تفضل الأخضر أم الأحمر؟ قلت له I prefer the latter، الأخضر أم الأحمر، أيهما تفضل؟ the latter يعني الآخر، اللي هو أقصد به اللي أنت ذكرته رقم اثنين في كلامك. كلمة trap or fold، trap يعني يلف الشيء خلاص، يعني ممكن كمان يلف، ممكن الهدية ممكن تلفها. نما fold يطوي كما كأنك تطوي البطانية الصبحية. عيلة respect، في ريسبكت الاول هي بمعنى يحترم او الاحترام. ريسبكتد يعني كلمه ريسبكت بيطلع منها 3 ادجكتيفز، 3 صفات. ريسبكتد وهو الانسان المحترم بس من اجل علمه وانجازاته، زي المدرس اللي هو انت بتحترمه نتيجه العلم اللي بيديهولك، ساينتست زي احمد زويل نتيجه الاختراعاته، الدكتور نتيجه الانجازاته، الانجينير نتيجه الانجازاته. لكن لو قلت عندي يعني انا هسيب الثانية دي وهبص على الثالثة، respectable ده بيكون جدير بالاحترام نتيجة لمكانته الاجتماعية، نتيجة لمكانة عائلته، نتيجة لوظيفته، يعني هو واحد مدير او مثلا ضابط، او انت محترم من اجل وظيفته، لكن لو هو انت احترمته من اجل ما قدمه لك تبقى respected، لكن محترم من اجل وظيفته هنا بتسميه ريسبكتابل. اما الذي يحترم لمشاعر، هو بقى مش هو المحترم، ده هو اللي بيحترم مشاعر الاخرين، بنسميه ريسبكتفول. بعد كده بنخش على الفرق بين كلمه جريد وديجري. لما مثلا حضرتك الامتحان من 50 وجبت 49 من 50، هذه الدرجه اللي انت حصلت عليها او حصلت جود او اكسلنت او فيري جود، ده احنا بنسميها الجريد، الدرجه بتاعتك. اما الشهاده الجامعيه او درجه الحراره بنسميها ديجري.
في ناس كتير بتسأل على الفرق بين كلمة Arabic وArab. متى استخدم كلمة Arabic كصفة وكلمة Arab كصفة؟ قال لي كلمة Arabic بنستخدمها لما يكون بوصف ثقافة، بوصف لغة، بوصف أدب، Arabic culture، Arabic language، Arabic literature. لكن لو هوصف إنسان أو دولة أو دين بستخدم معها كلمة Arab، Arab people، Arab country، Arab region. الفرق بين كلمة impressed وكلمة impressive. كلمة impressed دي أنا بوصف بيها الإنسان، يعني أنا بقول I am impressed، يعني طبعا هنا يعني معناها إن أنا إنسان منبهر. لكن impressive ده بوصف بيها الشيء الغير عاقل ومعناها هذا شيء مبهر. في الفرق بين delighted و delightful. delighted ده برضو نفس الكلام اللي قلناه هناك، لو انا بوصف انسان مبتهج لكن بوصف شيء غير عاقل بتقول عليه حاجة مبهجة. ايه الفرق بين on his own و of his own؟ on his own دي بيساوي كلمة alone، يعني do something without help، بيساوي كلمة with no help، بيساوي كلمة by myself، by himself، يعني by مضاف اليها ضمير منعكس. اما of his own تدل على الملكية، I have a room of my own، يعني انا املك او عندي اوضة خاصة بي. فدي معنى الفرق بين الاثنين. كلمة encourage، كلمة encourage اللي هي بمعنى يشجع، وفي عكسها كلمة discourage. encourage اذا جاء بعدها to فهي في اللحظة دي معناها يشجع على فعل شيء، encourage to study يشجعني على أن أذاكر، لكن لو جاء بعدها noun فبنقول عليها يشجع على شيء ما. encourage يعني مثلا هنا كده encourage studying، يشجع على المذاكرة. لو هو مش عايز يشجع، عايز يمنعك من فعل شيء ما، بيسميها discourage from. ايه الفرق بين a rule لما يبقى فيها a ورule من غير a؟ لو جاءت a rule فهي noun فتكون بمعنى قاعدة، أما إذا جاءت رول بدون آ فهي في اللحظة دي فير وتكون بمعنى يحكم، وبتأتي منها كلمة رولر. بعد كده إيه الفرق بين كلمة publish وكم out؟ كلمة publish اللي هي ينشر، مش ينشر غسيل ولا ينشر خشب، هنا ينشر مقال، ينشر صحيفة، ينشر كتاب، ينشر قصة، وبأتي منها الببليشر. come out هي برضو بمعنى يصدر ويظهر، وهذه الكلمة امتى تساوي كلمة publish؟ اذا كانت كلمة publish impassive في المبني المجهول، is published بمعنى ينشر او يصدر او يظهر. ايه الفرق بين كلمة loss و miss؟ كلمة loss يفقد شيء، تفقده يضيع منك، لكن كلمة miss يفتقد، يعني يفتقد شيء. وممكن تقول I miss you، يعني أنا يعني معناها إن أنا توحشتني. لكن كلمة ممكن miss transport أو miss lecture المحاضرة، أو miss people يفتقد الناس، miss school، miss a goal، هنا لم يحقق هدفه، يعني لم يصل إلى هدفه، miss a record يعني لم يحقق الرقم العالمي. وكلمة miss كمان ممكن نستخدمها مع وسائل المواصلات، miss a bus، وطبعا عكسها catch فلما تكون بمعنى يلحق مع المواصلة. ايه الفرق بين كلمة life و alive و the life؟ استخدم كلمة life بدون a ولا اي اداة تعريف ولا تنكير، فهي بمعنى الحياة بوجه عام، كأنك تقول life is hard، الحياة صعبة، بيتكلم عن الحياة بوجه عام. لكن لو هو عايز يتكلم على نوع معين من الحياة، يعني عايز يضع صفة لهذه الحياة، كأنه يقول a happy life، a sad life، a miserable life، هنا تكلم على حياة بنوعها. لو هيتكلم على حياة شخص معين، كأنك تقول the life of our prophet محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انت بتتكلم على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين كلمة Q ورو؟ لما تكون حضرتك واقف في المدرسة ورا بعض كده، ده بنسميها كيو. لو احنا قاعدين جنب بعض بنسميها رو، اللي هو صف بالعرض.
وطبعا لما هنتكلم على مشتقات الكلمة في يعني في فيديو آخر هنتكلم هنعرف حروف الجر اللي بتأتي مع هذه الكلمات. ايه الفرق بين كلمة ماجيكال وماجيك؟ طبعا كلمة ماجيكال كأنها واندرفول، يعني حاجة خلابة، حاجة فاتنة، حاجة رائعة. اما الماجيك هنا يقصد بها من السحر، يعني السحر او حاجة سحرية، يعني حاجة تخالف الطبيعة او بتكون خارجة عن الطبيعة. ايه الفرق بين كلمة اوربت وكلمة سبين؟ الاثنين بمعنى يدور، لكن لو بيدور حول شيء مثل الارض التي تدور حول الشمس نقول عليها اوربت بمعنى يدور وبمعنى مدار، لكن الذي يدور حول نفسه زي المروحة دي بنسميها سبين. وخلي بال حضراتكم كلمة سبن كمان تيجي بمعنى يغزل، يعني يحول القطن إلى خيوط أو يحول الصوف إلى خيوط، فده بنسميها كلمة سبن. anniversary memory memorial. anniversary دي ذكرى سنوية، نص الكلمة مش موجود. anniversary دي معناها ذكرى سنوية، كأن الذكرى السنوية اللي بنحتفل بها، كأن بنحتفل بذكرى السنوية لحرب أكتوبر مثلا. ميموري دي الذكرى او الذاكره، وكارت الميموري برضو يسمى برضو ميموري. النصب التذكاري يعني زي عندنا في اسوان اللي هو رمز الصداقه، رمز الصداقه بين جمهوريه مصر العربيه وروسيا او الاتحاد السوفيتي سابقا في بناء السد العالي، ده نصب تذكاري. ايه الفرق بين استرونوت واسترونومر واسترولوجر؟ الأولاني ده رائد الفضاء، يعني هذا الرجل اللي هو بيسموه السبيس مان، اللي هو بيسافر إلى الفضاء وبيقوم بإجراء أبحاث. إنما أسترونومر ده موجود على الأرض يدرس الفلك ويدرس النجوم والكواكب، هو موجود على الأرض. التاني ده ربنا يكفينا شره، ده المنجم اللي هو إيه بريدكت، يعني بريدكت أباوت ذا فيوتشر، يعني بيتنبأ بالمستقبل. إيه الفرق بين أباوت ووز أباوت تو؟ about دي تيجي بمعنى عن، وتيجي بمعنى حوالي، وهنا طبعا وتيجي بمعنى تقريبا كمان مع كلمة almost. لكن was about to معناها something is about to happen، يعني معناها على وشك أن يحدث شيء، على وشك. ايه الفرق هنا كلمة contact مرة، يعني طبعا كلمة يتصل بي أو، فطبعا مرة تلاقيها contact بدون حرف جر، ومرة تلاقيها بحرف جر. They contact Earth، هنا يتواصلوا مع الأرض. لكن لو استخدمت كلمة contact، هنا contact استخدمها as a verb، لكن contact إذا جاء بعدها حرف جر مثل كلمة with، هنا بنتعامل معها as a noun. They lost contact يعني فقدوا الاتصال with Earth. إيه الفرق بين technical و technician وكلمة electrical؟ طبعا كلمة في واحد تاني هتينا بعد شوية، كلمة تكنيكال اللي هي دي صفة ومعناها حاجة تقنية، يعني حاجة تقنية يعني حاجة خاصة بناس معينين فنيين يستطيعون بقيامها. يعني مثلا يقولك والله التاب بتاعي مش راضي يشتغل، ايه المشكلة؟ ده في مشكلة تقنية، في مشكلة موجودة فيه، عايزة الراجل الفني يصلحها لك. وهو الراجل اللي احنا بنسميه التكنيشن، اللي هو الراجل التقني او الفني او الحرفي او الراجل زي المهندس مثلا. الكتريكال، في الكتريكال دي صفة للاشياء اللي هي مثلا هي كهربائية، الكتريكال يعني هنا شغالة بالكهرباء. لكن الكتريشن هذا الرجل الكهربائي الذي يقوم باصلاح الاعطال الكهربائية. تيستي، تيستفول، تيستي. بالايه هنا دي بسبب كلمة delicious معناها حاجة لذيذة الطعم، وكمان في طبعا مش عايز اتكلم جات منها كلمة تيست ليتذوق والمذاق. تيستفول ده ينم على الذوق الرفيع، يعني هذا تيستفول يعني بني ادم عنده ذوق. بالايه بقى في اللحظة دي الريتابل يعني بني ادم عصبي يعني سريع الغضب. فاكرين كلمة برايس وهو الثمن؟ لما يجي يتكلم على كلمة برايسي يعني معناها اكسبنسيف. برايسليس لا يقدر بثمن. يعني ايه لا يقدر بثمن برايسليس؟ يعني معناها ان حاجة دي رخيصة؟ لا، ده لا يقدر بثمن يعني معناها غالي جدا.
في كلمة regret، يمكن أتوقف على كلمة regret. في كلمة regret إحنا عارفينها بمعنى يأسف أو يندم، وقلنا كلمة regret أنت لو اتكلمت عليها وقلنا كلمة regret ممكن يأتي بعدها تو زائد المصدر وممكن يأتي بعدها ing. regret لما يأتي بعدها تو زائد المصدر معناها يندم على شيء لسه هيعمله، لكن لو regret أتى بعدها ing فمعناها يندم على شيء بعد أن فعله. وفكرك بالمثال البسيط اللي احنا قلناه زمان، لو قلنا regret to، لو انت الصبحية مثلا زميلك بيقول لك ايه رايك النهاردة نزوغ من المدرسة، وانت انسان مش متعود انك تزوغ من المدرسة، فقاعد من الحصة الاولى لغاية الفسحة وانت زعلان ايه اللي انا هعمله ده، فانت بتندم على شيء لسه هتعمله، او اندم على شيء هخبرك يعني انا اسف I regret to tell you، انا اسف ان انا اقول لك كذا وكذا، هقول لك خبر وحش. لكن لو انت غلبك الشيطان ورحت زوغت من المدرسة ورحت البيت ما لقيتش حد وندمت ندم شديد على انك زوغت من المدرسة، فهنا بتندم على شيء بعد ان فعلته فبيأتي بعدها ing. ويخرج من هذه الكلمة regret صفتين، regrettable و regretful. يعني هنا regrettable بنوصف بيها الشيء يعني يؤسف له، كأنه مثلا يقول لك dying موت the دكتور الطبيب is regrettable شيء يؤسف له. البني آدم اللي شاعر بالندم يقول I am regretful، يعني أنا ندمان وأشعر بالندم لما فعلته. كلمة serious و serious طبعا دي بمعنى سلسلة أو سلسلة زي المسلسل بتاع حضراتكم أو أحداث أو كتب أفلام اجتماعيات أو اجتماعات. إنما serious إذا وصفت بها إنسان فهو بمعنى جاد، يعني ما بيحبش الهزار عكس كلمة funny، وإذا وصفت بها شيء فهو dangerous يعني خطير. كلمة الفرق بين كلمة operation وكلمة process. operation وهي العملية الجراحية وعملية تشغيل، يعني في ناس مثلا عملية تشغيل مثل الأنفاق الoperation، لكن البروسيس دي العملية التعليمية، نطلقها على العملية التعليمية أو عملية التصنيع نفسها بنسميها كلمة بروسيس. visible و visual، هنا visible وعكسها invisible، يعني مرئي، يعني I can see with my eye أو naked eye بشوفها بالعين المجردة، لكن invisible هي عكسها غير مرئي. visual دي معناها بصري، أي أتعامل معها عن طريق العين، يعني في أشياء بتتعامل بنسميها بصرية وحاجات بنسميها سمعية. ايه الفرق بين the same و similar to و similarity؟ the same طبعا هنا معناها انهم متشابهين تماما، يعني زي ما يكون كتابين مثلا، كتابين لغة انجليزية، كتابك وكتاب زميلك صورة طبق الاصل. لكن similar to متشابه، يعني يتشابهون في اجزاء ومختلفين في اشياء اخرى. كان بنتين مثلا يقول مثلا المدرسه ولابسين زي بعض تماما، متشابهين في اللبس لكن كل واحده منهم لها شكل يختلف عن الثاني، وياتي منها طبعا التشابه الاسم بتاعها سيميلاريتي، ودي خدناها في القصه لما هي اللي كانت عملت السيميلاريتي التشابه بين راسندل وذا كينج. في عندنا ايه الفرق بين كلمه اون تايم وان تايم؟ يعني لو حضرتك انا اون تايم يعني معناها جيت في الميعاد المحدد تماما، بانكتشوال نوت ليت. يعني لو كان الميعاد مثلا الساعة 5 حضرتك جيتني 5 بالظبط فانت بنقول عليك اون تايم، جاي في الميعاد المحدد. جيت 5 الا 5، 5 الا 10 نقول عليها ان تايم، يعني حضرتك جيت مبكرا بما يكفي. الاموال التي يقوم الانسان باخذها او دفعها بتنقسم الى اربع انواع، ويكس وده الاجر اللي بياخده الانسان لو انت شغال بالساعه او باليوم او بالاسبوع، سالري ده المرتب اللي بتاخده اخر الشهر او اخر السنه، في ناس بتاخد المرتب بتاعها سنوي. الفير هنا دي اجره المواصلات اللي بتدفعها في التاكسي، تدفعها في القطار، تدفعها في الباص. فيز ده طبعا ليه اللي زي اللي بتدفعها للمحامي، تدفعها للطبيب، دي بيسميها الرسوم او الاتعاب. ايه الفرق بين كلمة neighbors و neighborhood و neighboring و neighborly؟ طبعا neighbors الناس اللي حواليك، طبعا الجيران، المنطقة اللي انت عايش فيها neighborhood، في حرف الدي هنا مش موجود، neighborhood دي الجيرة يعني المنطقة المجاورة اللي حواليك،
نيبورينج المجاور ليك، يعني مثلا مثلا نيبورينج موسكي اللي هو المسجد المجاور لي. انما في كلمه نيبورلي ما لهاش، بالرغم من شبههم في الكلام، الا انها بعيده خالص، بتساوي كلمه هيلبفول يعني بني ادم متعاون مع الناس. ايه الفرق بين كلمه ايجد وفي كلمه تاني مش موجوده هنا اللي هي كلمه، لو انتوا فاكرينها حضراتكم، اللي هي كلمه at the age of. هي ايجد فعلا بتساوي at the age of، والاثنين بياتي بعدهم العمر. ايجد يعني عن عمر يناهز كذا. كلمه else بقى، يمكن ناس كتير سالتنا، ويمكن اميره سالتنا على ايه الفرق بين كلمه else وكلمه other وكلمه another وكلمه others. واحده واحده. كلمة إلس هذه الكلمة بمعنى آخر، وفي بعض الكتب كمان ممكن تجي لك أيضا يعني، بس يعني لقيتها استخدام لما دخلنا على النت لقيناها استخدام شاذ ونادر إلا في بعض اللهجات فقط لا غير. لكن كلمة إلس دي غالبا ما تأتي، هي دائما بتأتي في نهاية الجملة. I feel is a person doing the same activity is someone else، يعني شخص إيه آخر. خلي بالكم لم يأتي بعدها أي شيء، لم يأتي بعدها أي شيء. وتستخدم كذلك كلمة إلس مع أدوات الاستفهام. هو إلس، ها يعني هنا مين تاني، وات إلس إيه تاني. وتلاحظوا حاجة تانية، أنتوا عارفين إنه دائما الصفة بتأتي دائما بنقول تول مان وهكذا، الكلام ده بنستخدمها مع يقولك something ويأتي بعدها صفة. لكن هنا هتلاقي كلمة anything دي بنستخدم مع كلمة something و anything و somebody و anybody وهكذا، وبنلاقي كلمة else معهم. لكن لا يعني لاحظ دايما استخدام كلمة else مع أدوات الاستفهام ومع كلمات anything و something وهكذا. إنما كلمة other دي معناها الآخر، ويأتي بعدها يعني بيسموها plural noun، يأتي بعدها اسم جمع. other girls. لكن لو another يأتي بعدها اسم مفرد، another girl. لو انما كلمة others دي تحل محل اسم جمع. يعني مثلا هنا ايه يقول some girls came early but the others came late. يبقى كلمة others هنا حلت محل كلمة some girls. ايه الفرق بين كلمة affect وكلمة effect؟ بالآ هذه الكلمة عبارة عن verb معناها يؤثر على، ولا نستخدم معها حرف جر، نخلي بالنا. إنما كلمة effect هنا ده اسم معناها تأثير، وبنستخدم معها on. كأنه مثلا smoking affects health badly، smoking has a bad effect on my health. في الفرق بين كلمة reward و award. كلمة reward دي بمعناها يكافئ أو مكافأة، وaward بمعنى جائزة. ده تفسير، لكن وجدنا لها تفسير آخر. قال كلمة reward دي بتكون بمعنى مكافأة على عمل أنت غير مكلف به، وaward بعمل أنت مكلف به وأتقنته وأجدته وحققت فيه مستوى عالي جدا. يعني حضرتك أنت في المدرسة ماشي في حوش المدرسة، وفجأة لقيت موبايل، أخدت الموبايل ووديته لمدير المدرسة، المدير المدرسة ادالك مكافأة في أرض الطابور، فدي أنت مش مكلف أنك تلم الموبايلات، فدي بنسميها مكافأة. لكن حضرتك طلعت الأول على المدرسة، يبقى تفوقت فيما هو أنت مكلف به، فنسميها أورد. ولذلك يقول دكتور زويل was awarded، ما قلش rewarded، خلي بال حضراتكم. إيه الفرق بين landmark، landscape، landslide؟ لاند مارك طبعا العلامة التجارية البارزة المميزة، لاندسكيب المنظر الطبيعي طبعا ما أكثره، وفي عندنا كمان لاند سلايد ده الانهيارات لما يكون تربة، انهيار التربة مع الزلازل والبراكين. في عندي من ضمن الكلمات كلمة كوميوت. كلمة كوميوت ده البني آدم اللي بيسافر إلى عمله من مكان إلى مكان أو بين مكان ومكان، بس بيكون على مسافة بعيدة، يعني بتسافر مسافات طويلة إلى عملك، فبنسميها كلمة كوميونيكيت. طبعا كوميوت أسف.
الكلمة كوميوت دي نفسها كمان لها معنى تاني، معناها يخفف العقوبة. واحد كان هياخد 25 سنة، خففوا العقوبة عليه وخلوها 15 سنة. الفرق بين كلمة remind و remember، الفرق بين كلمة remind وكلمة remember. كلمة remind يعني ان حضرتك اما تذكر شخص او حد يذكرك، يعني لا تتذكر من تلقاء نفسك. لو تذكرت من تلقاء نفسك اسمها remember. remind someone to do something، يعني انا فكرت انسان ذكرته ان يفعل شيء ما. او ممكن تقول remind someone of something. لو استخدمت to يأتي بعدها infinitive، لو استخدمت of يأتي بعدها noun. remember يتذكر، او ممكن هنا remember about يتذكر عن شيء ما. كلمة compare، كلمة compare طبعا compare دي يعني معناها يشبه شيء بآخر، بلغتنا يقارن شيء بآخر. يعني مثلا compare you مثلا to the lion، بيقارنك بالأسد يعني. أو with يقارن بين، يعني يقارن بحاجة تانية كمان، يقارن with كذا، نفس الفكرة الاثنين. compared to بالمقارنة به، وغالبا ما بنبدأ بها، وساعات ممكن تستخدمها في منتصف. يعني مثلا ايه، he is clever compared to or with his brother، يعني هو ماهر مقارنة بأخيه. loss ممكن يظهر الثاني، يفقد يضيع الحاجة زي كلمة waste. لكن lose ده معناها حاجة غير، لما تكون قاعد على كرسي غير ثابت غير محكم، او حاجة مفكوكة وحاجة مفككة من بعضها. كلمة كلمة هنا كيرف، طبعا هنا كلمة كيرف تلاقي النطق قريب من بعضها. الأولانية دي بمعنى ينحت أو ينقش، زي حضرتك جبت مسمار قاعد تنحت في الحيط في صخرة، لكن أقول لك خد الكيرف الأولاني ده معناها ينحني أو المنحنى. أدي الأفعال المملين الأربعة اللي دايما بنغلط فيهم: رايز ريز أروز أريز، آسف رايز ريز أروز أرايز. دول احنا ده الفعل الاولاني ده اللي احنا بنسميه فيرب، بيكون الريجولر يعني شاز ريز روز رايزن، بمعناها تستخدم مع الغازات او الاشياء الغازية بمعنى يعلو او يرتفع، وتستخدم مع الشمس بمعنى تشرق، وتستخدم مع الانسان اذا كان جالسا فوقف او كان راقدا فقام فبيسموها بمعنى ينهض. إنما كلمة ريز 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 وده بيأتي بعدها مفعول، لكن ده بيسميه فعل لازم، يعني لا يأتي بعده مفعول ولا يحول للمبني المجهول. ريز ده فعل، ريز فعل منتظم وفعل يأتي بعد مفعول ويمكن أن يحول للمبني المجهول. مع الأشياء بمعنى يرفع، مع الحيوانات بمعنى يربي، ومع المال بمعنى يجمع المال. أروز ده طبعا برضو زيها، هنا أروزد أروزد، وده فعل بيحول المبني المجهول لأنه فعل متعدي يعني يأتي بعده مفعول به، وده بيثير مشاعر الناس كأنه واحد مثلا بيشجع حد ويحركهم. كلمة أرايز أروز أريزن ده معناها ينتج أو ينشئ أو يبرز شيء ما. إيه الفرق بين كلمة made of و made from؟ لو هذا الشيء مصنوع من شيء لم يتغير بعض الصناعة فنقول عليه made of. يعني this watch is made of gold، يعني الذهب ده قبل ما أعمله ساعة كان ذهب، وبعد ما عملته ساعة لم يتحول إلى خشب، ظل كما هو. لكن إذا تغيرت هذه المادة بعض الصناعة بنستخدم made from. this cake is made from. حضرتك لما جيت تعمل الكيكة جبت الدقيق وجبت الزبدة وجبت اللبن، فطبعا بعد ما عملتهم كيكة لم يظلوا كما هما، إنما تغيروا وادوني مادة جديدة مختلفة. وكلمة wander هنا بالA وتنطق الأو، معناها يتجول يعني يمشي من مكان إلى مكان. إنما كلمة wander اللي هي بمعنى يتساءل بدهشة، يستغرب يتعجب. quiet اللي واخده الاي في الداخل يعني هاديه، ما بترميش حد بره فبنقول عليها بمعنى هادئ. اللي رمت الاي بره فهنا تبقى دي ادجكتيف صفه، لكن ده ادفيرب حال معناها تماما او الى حد ما،
كويت دي كما بتاخدوها حضراتكم في نهاية اللعبة، بترك اللعبة اللي أنا بلعبها، بقول معناها يترك أو يغادر أو يتوقف عن فعل شيء ما. حالات الطقس اللي عندنا، إيه الفرق بين climate weather؟ حالة الطقس على مدار العام بنسميها المناخ، ودي على مدار السنوات. weather دي حالة الجو في فترة زمنية قصيرة كاليوم أو الساعة. إيه الفرق بين كلمة inquire وكلمة inquire؟ خلاص طبعا inquire بالاي وinquire بالاي، طبعا هما الاثنين بيدوا معنى واحد بمعنى يستفسر about. require يعني يتطلب، requirement المتطلبات معناها يريد يتطلب او يحتاج، وacquire يكتسب زي كلمة gain لو حضراتكم فاكرين اللي قلناه. كلمة receipt وكلمة bill، لما تروح تشتري حضرتك يعني اي شيء من اي محل، حتى وقت من الهايبرز بيدي لك ورا كده الايصال الشراء اللي اشتريت بيه، والبل الفاتوره، فاتوره الكهرباء، الميه، التليفون، المطعم. سايت وسايتس من غير اس، ده معناها فيرب، معناها يرى شيء من على بعد، تختلف عن كلمه سي. سايتس دي المعالم الهامه اللي تستحق الزياره، كانك تروح القاهره بتبحث عن الاهرامات، بتبحث عن الاماكن الشهيره فيها. ايه الفرق بين كلمة وير وبوت اون ودرس؟ كلمة وير تستخدم هذه الكلمة عند، طبعا بيأتي بعدها مفعول بتلبس ايه، لما تكون بتوصف انسان تقول هي ويرز مثلا ايه التيشيرت، هو يرتدي تيشيرت، بتوصفه هو مرتدي الملابس امامك. لكن بوت اون يعني في لحظة الارتداء، فين فلان؟ هي بوت اون هيز كلوزز، هو يرتدي ملابسه الان، ده هنا في هذه اللحظة. كلمة درس دي طبعا get dressed او get dressed، دي هنا برضو معنى يلبس او يلبس غيره، كأن الام اللي بتلبس طفلها، ده هنا بنسميه بكلمة dress. وكلمة dress يعني برضو معنى يلبس، وطبعا تختلف عن هذه الكلمات ان هي لا يأتي بعدها object، يعني لا يأتي بعدها مفعول به. ولو انا حولتها طبعا لمبني المجهول بقول is dressed in يعني مرتديا كذا، يعني تساوي كلمة wear. ايه الفرق؟ the reason why، the reason for، cause of. طبعا كلمة the reason why معناها سبب، و the reason for سبب، و cause of سبب. طب ايه الفرق؟ اللي the reason why دي يأتي بعدها جملة كاملة، the reason why he was absent، the reason for his absent، هنا اتى بعدها اسم. انما cause دي تستخدم معها for، لكن تستخدم معها of، خلي بالكم من الاثنين دول. وكوز اوف، بكوز ممكن تاتي كمان على انها فعل معنى يسبب. كلمه ابير هي طبعا لها معنيين، بمعنى يظهر وبمعنى يبدو. يعني اذا كلمه سيم وتساوي فيرب تو بي، هي از ليزي، هي ابيرز ليزي، ياتى بعدها صفه. وكمان ابير جاءت بمعنى يظهر، ياتي بعدها حال. How on earth can the moon block out the sun's light؟ يعني هو هنا هذا طبعا دي لسه بعد شوية ناخدها. appear هنا يأتي بعدها هي appear، يعني هنا يظهر، ويأتي بعدها appear sadly، هنا أتى لو جاءت بمعنى يظهر يبقى إذن يأتي بعدها حال. في تعبير بنستخدمه واستخدمه راسندي في القصة بتاعته، How on earth، يعني يا إلهي، ده تعبير أم يعبر عن الدهشة والغضب. ايه الفرق بين كلمة دروت ودرافت؟ في كلمة درافت تاني بمعنى مسودة، طبعا مش مكانها هنا، دي ار اف تي، دي ار اي اف تي، دي معناها اللي هي معناها مسودة، لكن هنا دروت بمعنى الجفاف، يعني وزاوت ووتر وزاوت رين. طبعا هنا كلمة برضو كلمة دروت هنا معناها تيار هواء اللي هو بارد. شوف النطق واحد لكن الاختلاف في السبيلينج. لايتنج ولايتنينج، لايتنج الإضاءة، ولايتنينج اهو في حرف هنا، ده البرق، وده من الفينومينا الظواهر، ناتشرال فينومينا اللي هي الظواهر الطبيعيه. ايكونوميك وايكونوميكال. طيب ايكونوميك ده كل ما شيء يعني له صله بعلم الاقتصاد، بعلم الاقتصاد ده ايكونوميك. انما ايكونوميكال يعني موفر، كان هذا المصباح مصباح موفر للطاقه، نقول عليه ايكونوميكال. الشمس والقمر، غياب الشمس نسميه سولار إكليبس،
يعني غيابها بالنهار، يعني تلاقي طبعا حضراتكم درستوها في الساينس. لونر اكليبس ده اسمه كسوف القمر، ده هنا ايه ده، دي مش كسوف دي خسوف، يعني معلش بقى اللغة العربية بايظة معانا. ايه الفرق بين هوز وهوز؟ هوز ابوستروف اس ده اختصار لهو از وهو هاز. اعرفها ازاي؟ اذا جاء بعدها ناون او فيرب بلس اي ان جي او ادجكتيف فهي بمعنى هو از الذي يكون. هو از لو جاءت بعدها باست بارتيسيبل فهي بمعنى هو هاز، فياتي بعدها تصريف ثالث للفعل. انما هوز دي اللي هي بمعنى ضمير وصل يدل على الملكيه، وحضراتكم اخذتوه بوضوح. كلمه وانس، كم معنى لكلمه وانس؟ قال لي وانس ممكن تاتي بمعنى اسون از، يعني بمجرد ان. وانس كمان برضه زي ما قلت لك المثال، وانس اي جيت ذا نيوز اي ويل فون، يعني بمجرد ان احصل على الاخبار هتصل بحضرتك. وانس كمان تيجي بمعنى وان تايم، يعني اي فيزيتد هيم وانس، زرته مره واحده. وكلمة وانس تستخدم في القصص برضو، يعني يقول لك وانس ابون ا تايم، يعني معناها كان يا مكان او ذات مرة. الاراضي القريبة من البحار والمحيطات والانهار كيف تسمى؟ كوست ده الارض اللي هي اللي بتكون على تقع على المحيط او البحر، بس ده لما اكون انا باشير الى موقع ما على الخريطة بقول ساحل. الجزء من الساحل الذي يقوم الناس فيه بقضاء اجازاتهم ويستمتعون به، البيتش واللي بيسموه البلاج او بيسموه الشور وهو الشاطئ. انما بالنسبه للانهار والمحيطات الشاطئ بتاعها بنسميه بانك، يعني بنسميه ضفه. هذه الكلمه اللي انتم حضراتكم شايفينها اذا جاء قبلها تتحول من اسم، من ناون تحولت الى ادفيرب، تحولت الى حال ومعناها الى الشاطئ، اي متجها الى الشاطئ. ايه الفرق بين كلمة سينك وكلمة دراوين؟ سينك دي معناها يغوص او يغرق وبنستخدمها مع الاشياء، انما دراوين يغرق وبنستخدمها مع البني ادمين. وكلمة سينك لها معنى اخر بمعنى يقلل وبمعنى ينخفض، يقل او ينخفض. في عندي كلمة اوفر، ايه الفرق بين اوفر وريكوموند؟ اوفر يعني اعرض عليك شيء، اقدم لك شيئا، اي اوفر يو سام ماني، اديك شوية فلوس. انما ريكوموند يعني اوصي وانصحك ان تفعل شيء ما باظهار مميزات هذا الشيء. كرو وستاف، الطاقم الذي يعمل على الطائرة او السفينة اللي بيسميه كرو، انما الستاف هيئة الموظفين في شركة أو في مصلحة ما. عيلة whenever whoever wherever whatever، دول تخلي بال حضراتكم في معانيهم، بس هو أقصد بيهم whenever يعني حينما أو عندما، يعني every time or any time، في أي وقت أنت عايز. whoever يعني أي شخص أيا كان. wherever يعني أي مكان حيثما. whatever يعني أي شيء تريده. start كلمة يبدأ، ايه الفرق بين start by و start with؟ start by telling me about the good news، بدأ telling ing، start with يعني بدأ به، يعني واحد مثلا حطنا له الاكل يعني start with the meat، بدأ باللحمة، فاستخدم بعدها now. بعدين في عندي كلمة ايه الفرق بين كلمة treatment for بيساوي كلمة cure for علاج لي، انما علاج يأتي بعدها المرض، يعني ولو استخدمت cure of برضو يأتي بعدها المرض، يعني يعالجه من كذا، ممكن يجي مع كلمة illness او اي مرض اخر. في عندي تاني عيلة increase، في increase by، increase in، increase to. increase by يعني يزداد بمعدل او بمقدار كذا، وهذا المثال. increase in زيادة فيه، هنا استخدمها as a noun. increase to يزيد إلى، وتكتب هنا الحد اللي انت عايز توصل له. ايه الفرق بين because of reason for cause of؟ يمكن دي قيلت لكن ازود عليها because of، دي
ان هي بياتي بعدها يعني مثلا دي هياتي بعدها اسم واسم واسم، تختلف عن كلمه بيكوز بس بياتي بعدها جمله، لكن بيكوز اوف ياتي بعدها ناون. وادي الامثله قدام حضراتكم. تيرن انتو يعني بس حبيت اوضح لحضراتكم عليها، دائما بيستخدمها يعني ميد انتو يحول الى او تيرن انتو يتحول الى. كام ترو دي اللي استخدموها في امتحان سنه اولى السنه دي، كام ترو يعني معناها يتحقق. Do you think this prediction will come true؟ هل هذه التنبؤات في رأيك ممكن أن تتم أو تتحقق؟ في الفرق بين thank for thank to. thank for يعني أشكرك، thank you for your kindness، شكرا على العطف. thank to بفضل، thanks to، thanks to scientists بفضل العلماء. كلمة flat، كلمة flat حضرتك أخذتها بمعنى شقة وتجي بمعنى شيء مسطح، وكمان بالنسبة لكوتشات العربية الفارغة من الهواء نقول عليها برضو flat. point out، point to، point at. point out يعني يوضح، يعني يبين لهذا الشيء. point to تشير إلى شيء بس بأدب. point at يشير بوقاحة، لو يعني حسب حرف جر يحولك من هذا لذاك. كلمة put، put out طبعا هي بمعنى يطفئ النار. put off اللي هي بتساوي كلمة postpone يؤجل. put on يعني يزداد في الوزن بيساوي gain weight. ايه الفرق بين كلمة the problem of، the problem with؟ the problem of يأتي هنا ايه المشكلة هنا، the problem of، the problem of مثلا pollution مشكلة التلوث. what is the problem with your computer؟ ايه المشكلة في الكمبيوتر بتاعك. ايه الفرق بين كلمة public و private و special؟ كلمة public يعني حاجة عامة الناس، خاصة بالناس كلها. private يعني معناها هذا شيء خاص بشخص يعني ملكه هو، زي private car يعني سيارة ملاكي. special يعني شيء له مميزات خاصة او شيء خاص بناس معينين، زي مثلا الاتوبيسات يقول لك هذا الاتوبيس خاص بمصلحة كذا، فهو هنا في اللحظة دي بيتكلم على شيء سبيشيال. طبعا بلان وبلين، بلين بلينز، بلان خطة او يخطط، بلين طبعا الطائرة. بص التانية بنفس النطق اهو، بلين دي معناها واضح، لو حطت لها اس تحولت الى كوستس اللي هي السهول الاراضي اللي هي موجوده على البحار والمحيطات. ايه الفرق بين تراي بس وتراي اون؟ تراي يحاول او يجرب، لكن لو هتقيس حذاء او ملابس دي بنسميها تراي اون. ايه الفرق بين واتس ديفرنس بي هير اوف، هير فروم او هير اباوت؟ هير اوف او هير اباوت يسمع عن، يعني مثلا اقول له هنا دو يو نو نيلسون مانديلا، يقول اوه اي دونت هير اوف، اي دونت هير اباوت هيم، انا عمري ما اسمع عنه، ما عنديش اخبار، اي هاف نو انفورميشن. ها طبعا كلمه هير فروم لم يتصل بي، لم اتلقى اخبار منه، يعني لم يتصل بي ولم اعرف عنه شيئا. كلمه بير ممكن تاتي بمعنى تلد وبمعنى يتحمل. في الحقيقه لما تكون في الانفينيتيف بيبقاش فيهم اختلاف، لكن لو حبيت تعمل لهم تصريفات تلت يبقى بور بورن، برضه بور بورن الاختلاف في حرف الاي بس في التصريف الثالث فقط لا غير. تيجي معاه طبعا اقول لك امبيرابل يعني لا يحتمل ولا يطاق. في عندي كلمه ستوب وامبوستر وسويندلر. طبعا الاولانيه دي يعني يخضع او يعني يحني كتفي، يعني خلاص ده يخضع خلاص الزل. امبوستر ده المحتال والمدعي، سويندلر ده النصاب والغشاش اللي بيدي لك الحياه في غير موضعها. في طبعا النيف اخينا ده المحتال والوغدي والمخادع، كلها تشبيهات كلام. كلمه دايري وديري دي المفكره بتاعت حضرتك، وده مصنع الالبان. طبعا حضراتكم اتمنى في النهايه مع هذه الشاشة البيضاء، أتمنى أني أكون يعني استطعت أن أجمع بعض الكلمات
على أساس تساعدكم. ولكن يعني أنا هختم كلامي بشيء تشويق، أقول لك المرة اللي جاية أقول لك سمعت عن سينينام وأنتينام وهومينام، هومينام وأنتينام وسينينام، سينينام وأنتينام وهومينام، إيه الكلام ده؟ تابعنا المرة اللي جاية إن شاء الرحمن هتعرف إحنا هنتكلم على إيه. كما قلنا في النهاية، ما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل سنة وانتم طيبين، أتمنى أن ألقاكم على خير في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.